عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم مصطفى. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم هذا التنين الصغير اللي متعودين عليه بكلاش رويال، صار بكلاش اوف كلانز، يعني راح ينزل بالتحديث الجديد. طبعا اول البارحة اضافوا بالتحديث انه معارك ودية بين اعضاء الكلان، والبارحة اضافوا تعويذة الاستنساخ، واليوم ضافوا هذا التنين الصغير مال كلاش رويال. يجوز بعد ينزلون جنود مال كلاش رويال يجيبوهن لكلاش اوف كلانز، الله اعلم. فالمهم هذا التنين الصغير ينفتح عندك بتاون 9، يعني 9 فما فوق ينفتح عندك، وياخذ 10 مساحة من الجنود. يعني اذا انت الثكنات مالتك شيل 200 جندي راح تقدر تصنع 20 تنين، واذا تشيل 240 راح تقدر تصنع 24 تنين صغير. طبعا هذا التنين شكله كلش حلو، واحسه احسن من التنين الكبير. هو صح ذاك التنين الكبير قوي ويتحمل كتل، بس هذا يوفر عليك كثير هواي. طبعا هذا الفيديو ماخذه من قناة شيف بات، لان مثل ما تعرفون شيف بات وهذول يوصل لهم التحديث قبلنا، فلهذا اخذت الفيديو من قناته. والله ما اعرف هذا التحديث اني منتظره صار هواي، لان كلش ضافوا بيه اشياء هواية. ما اعرف بالتحديد شو وقت ينزل، بس اتوقع فد يومين، يمكن يومين والله. مثل ما تشوفون هسه شيف بات هجم على هاي التاون، تاون 11 ماكس وجدار ماكس وكل شيء ماكس، والتنين مالته لفل 3، بس مثل ما تشوفون العلامة ما مشتعلة مالته، يعني لفل 3 مو ماكس، يمكن لفل 4 ماكس، ما ادري والله، لان التحديث مو عندي مثل ما قلت لكم. المهم هذا الجندي مثل ما قلنا ينفتح بتاون 9 وياخذ 10 من مساحة الثكنات. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا أعجبك المقطع سوي لايك واشترك بالقناة. كان وياكم مصطفى، مع السلامة.